الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، والدرس الذي لبات من كتاب رياض الصالحين. وعندما وصل الماضي هبين كي كتاب وبالوضي مقدمة دي يعنوان كي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وآيات دي مكي أنه أقرني بدرس يهكا مك. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن الرياح بن عبد الله بن قرب بن الرزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر الخطاب قل له أبتلي إلا هلك القرشي وكجري بأوحي إلي هي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان مقلي رسولك الله يقول إيساق له سمعت رسول الله يقول لك الدم بيس حال بين هذا حال أولي إنما الأعمال أعماشي بالنيات بيئاتي وإنما لكل امرئ روح والبنى وحا أولي أيمان وحا أوليستو لما ينوي فمن كانت هجرته روحي هجرني سأيهاته إلى الله إلهي درتي ورسوله رسولك سيد محمد يسوى كؤدي عيه فهجرته روح عيسى هجر يسوع الى الله اله الاعظم وهو كان سمي ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته روح هجر يسوع نقطه لدنيا اي لاجل دنيا الدنيا درتي الدنيا لا سيصيبها وهلي او ربنا مكا كفر قصده كعنه كله او امراه او هجرته لاجل امراه هوين الدرت وهجروني هوين لا سوين كيها وكوسني فهجرت روح عيسيا إلى ما هاجر يبقى هجروني بمعنى عمر كأل المسلمين يسي وحاج جهية وآه نيدا نيدا لا أي جهية وآه هل كان يدا لو إجرتو عمر كأل آدية مهم واحد طبعا يسيدين عبادتها هاي واتكتي واصونتي واصرد إيه جدو بادين نوع عدد الله إنه سيدا دونت إنه ولا يمر إذا هو آدم إن حتى كو خلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم شو لي لكن جيد هذا المحيط بوصلها يجي بي اسم كو هاجي يجي هي حقوق هذا كو هاجي هي انتو أسعبا ما الدنيا كلا هذا مدن الدنيا كو جيرتك بس إلهي ترتي طبعا حديثه كان وحديث كلمة مركة أي كتب العلم أما كتب الحديث يسجل لغب الأعضاء أرنا والله يعني يا وجد كنوع من هاي وحال الربع أرد يا حتى حبراني وحديث يقول لي إن هو علم كان يا الدنيا ما هو رجلاني نية هذا إله يكبر احتر ونية إله يكون حيران إخلاص لا كذب سئلا هاي تغضب البوق صامر طاعت كتاب كرعاني سيد دغيولا بوك صومر تقعد علم ديني أدوفة ديني إن الله سبحانه وتعالى أجل كبوسي ما دام صاحب إخلاص أطفال مرك هذا الربا إن التخلية قبل التحلية إن دا الماشي اللي دقين إلا حارقه نيادة إلا سافي كرايو والبرح ترى وإن مقت نيول إله سبحانه وتعالى كهلا صدبت حديث الله كان وصلا الضبا باب الإخلاص من كجلنا وحي أسبيدين شراح الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بل بل جملة ذو الطاعة وكرة الصعودة مسوى هل جملة ذو هل معنى وضلع ومعنى ذو أيتهاي جملتنا ما سجارة بيحفى إليسي وهذا كان كدام بيسانا من يوم ما سجارة يحفى إليسي مسوى ملون كليه هو تنضمتي هو رأيك إليسا هل هم كان أفضل كرة تمرين طبعا سيدا مركب موقتا إن لقراه أنهما بمعنى واحد والرأي
الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى ومعنى كذا، لكن أصلك وحقه إن إلا بضبا أي كلا سعلان على هذا التسيس السبب وحق أصله إنه تأسيس نقود التأكيد أم النقود. يعني مثلا هذا المركب الشعر، هذا المركب الشعر هذا اللي كان دون هذا ولا هو جيد كان لي، لكن هنا مركب تيب لو لعبته تنكواد والصواب طلبان النتيجة دي. يعني مثلا صوت عمل إنما الأعمال بالنيات وصوت عمل على الإيمان، وإنما لكل امرئ منا نوى وحى كرت كسر حسلا إيو عمل كأول وضر اليو. يعني هذا عمل الله إيمان عاد لأنه النية ذي وناك سنت. طيب لكن نية ذي إله بقى وكأنك مؤمن نية ذي يلا هل كي أجيه ستو عمل كأول قرعين هل كأول مكة وأنا معناها صح لا حديث مكة أي كفر سيريا العلوات. قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنوة المعمري حديث على تناس ورود إنه لها إن حتى كهر لكم كيستيرين يجرون يسونا قبر الجعلاء وبحي ومقع عن حتال السيئي iyo info xabala waxa la sheegay sawirud inta la eegno wala sheegay in muhiim hadii ujeedkaagu uu yahay dan kale hadii ay tahay taabna ma ku baxaysa hadii hadana ma tiri kama kale hijrato hijra maxaa lagu magacaabaa hijrada asal ahaan waa inuu qofku meel ka tago meel kale aado daarti kufri inuu ka tago daaru islaam oo tala taas hijra lagu magacaabaa culimada waxay leeyihiin marka qofku uu meel ka hijronay meel kale uu aaday shuruud bay leedahay shuruud ay waxa ka mid أصل الآن مركو ما يبغى يدروني إن شروط اللي هلا أو إخلاص وكو وكي بعد قال علماء السويديين هذانا أقسام الله ذا ها هجرة عبر ما هجرة المكان ما شاء الجوتين أتكتكتي ما المعاصي وكو بضان تهاي لما يعني بقالة دكان تهاي مسجد أنا لهاي ضد مال إسوي ما دان لهاي عيال مال حلو لي أنا لهاي وها رنت يقول تنقف من مشكته لا هجرة ضربات وحي تهاي أي شيء عن علماء الحديث هجرة العمل طبعا فالحنبا أي معاصي تربضا يوقف كي كالي إنه كي هجرة عمل أو كبحه أما ضد كي سميني مكفبات قيمة سدحات هجرة العامل طبعا نينا بحمي كؤبت وحمينا أنا كي استاقي قفك أنا إناد فرع كلب حديد على العلاقة إحيري كأجرتنا إذا رح يكمل تعي هجرة سدحات اللي أربعين مثلا قبعه حكو تقام إنه حزدام ولي شريحي أما حد كنت قانين ربضا من ضدك مو يعني شقك على عنك شقي أما حد كنت قانين بين بضان وحباء أنا يعني حدات اللي تقف كسر صوكلا هجرة العام بالقوم العباية قفك كم حميدة وضع إنا كيف وقعت إذا ما حكبت وحيا راح الدين بين فرت الدولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم غيري الدواء أديج إني دالا معركتي قوت المامي المناوي المام النووي شروع الحديث ما هي كان إليه يعني عمل مباح يعني هذا هنا السحر صوت وصوت يعني بيها عبون هنا منتعمون هنا ما لسك فريسة وسك نصني وحي بناول وإله سبحانه وتعالى يبدي لكن هنا إطار العبادة سوق جلينين اللي بحرمت هذا ما كان سحانة يا أمين يسون هذا وروين تصوت صلاة صلاة طول الأسر تصوت وقت جهر السحر أما ما ينشاط هل وعبادة دي في فرعوني هل أما حاجة ما نستوت ما يدرس يبدأ قسم دون طاي ساد وقت يقول هالشيء هذا بعد نصوت أما مثلا بيها ما كان عبا يبقى انتي قاعد صحان لهاي درس وكا استاقي لها عب الراشين كان محمو قال لنا ميوحا ربا هنا الانرجي هلو سي عن صلاة دينا او يستاقو او الدعوة دي او يستاقو اجي بدخل لنا مرقو عليا الامام المناول يعني الامام النووي ما لقصه وريا انظر كيف تصير المباحات شيء مباحة اي عبو سوك الاطار العبادة لي ذلك وحلات الحديث الثاني حديث الابات عن ام المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت وحيتني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أولين يغزو جيش الكعبة يغزو وحا كدوليا جيش عيدا باوحي كدوليا الكعبة كعبة فإذا كانوا ببيداء مركي أي جاران الكاس بحقويها لما دقان كأ مركي جاران ومن الأرض دولكية يخسف بأولهم أما يخسف ده وحلال دريا بأولهم وآخرهم كود عريب يكود أطنبابا ركال لكوني قال ما كنت قلت يا رسول الله رسول الله ويدية كيف يخسف بأولهم وآخرهم سيدي مكة سيدي الله دريا ركا كود عريب كود أطنبابا وفيهم أسواقهم ما
ماشي أو حاب كويال سوقي دي بكويال ومن نواعي دقيه ليس فيهم ضد ليس منه يعني أنا كبير هاي يعني ضد كان ضد سود والدان أنا هاي أي ماشي دقن حرب تاعي أنت المنطق لقرت قفك مع سن السمين العذابه لقرت قفك يدك يستين لك للكل لكن ماشي حاب كويال سوق وضد سكي نوسنتي وأبرياء وحما أنا قرصن دقيه وحماشي جو ضد أنا دب كان شقك ولا هين سيزول تقلقوا تا رسول الله قال مركو لن يخصف بأولهم وآخرهم كود هرق كود هرق كود الدمر يعني هو نمبا نقول كالا لجريا ثم يبعثون مركز على الله صار على نيات يدودا نيادا مركا كان حكم نيس لكن كو صمع هدي أي عذاب كود عو قدلو جو جيني مال انتو مركا ومركا إلهي سبحانه وتعالى وليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة سك إلى لي في النهار دي بعضه عند الظلم قال الله تميل من كلية أن يكون جوني جار نقد دونين لكن عدت له دم وضع عمي ميشر لكن معناه سو النبي صلى الله عليه وسلم وتمام طبعا كعبدا كعبدي إلى هاي وبيدي نبي الله إبراهيم يقول كيس إسماعيل إلى هاي مكة وقصة وإن إدسام وصورة البقرة عن وصل مرة ما راح يشك للدنيا اللي كعب الله يصوم مرتين أنت لا بسيب وإلهي وأتنا إلى هاي ونرحي بتوسوحي بتمك إلى هاي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم طبعا بيت كلمة وحكوسه الدولنيك أبراها أها وكين حقا يمن يسوي أيضا عرم رما وطا ورنتي ربا إنو كعب الله ويضا عبد الله الدغدا وكدقو وبربوريو مركي سوق جاري مالو ما عارم حالين يعني لو ما قال مجلس عندها أي حرم الفيل مكاسا هلك وح يرمي ودقائق واي مرودي طبعا مرودي أنت ربنا موت لكن وح هو جامين يمين محمود الله وأنا سهلني وديدين ودقائق مك عايز كده يا مكا إلا بيو حاجة يكعب الله سيسيقه سو مكا دقائق وكل وديدين لكن مكا حاجة إيه يمن لو جينيان حاجة سو جيسانة ورد سو رعلينا الأبيع كعبد الملك لا جيدين هلك سوقها كان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية وتقرن كرتا ملكي هشي شوي دقائق ويد أو أي جديد أي صحابة في هذين وخلاص هلك هاس أي قرر مطير ما دقائق بس غير ما طبعاً وراءها لكن وحا هلك كحبسي حابس الفيل مرودي الله سبحانه وتعالى سهلك قمها كين ومح إلهي سوق قمها يرن مرودي ما دقائق ويد هاشا نوح إلهي سبحانه وتعالى هكا كل علية خلق ذي ما إني هكا استاد طيب هكا كان مركة كعبادة مركة ولا بوسو الدولة وحاجة يمن بالغة جايمي عيدا كعرسنا والكي ما دار المهانتي وحين يسكت ديان إنا مركة بربريان إلهي نوح أقول لك إنا درس إلمي إلاوان القرآن القرآن الأقريان مقضي وإلهي سورد وكسو قبقوين فجعالهم كعسف المأكول بل الشفيء وكلا أي مقتل إلهي سجع بلان قادر ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم قف كي بيت كاس لضونا قلو عني ظلم إيه آبي إيه در لضونا إلهي سبحانه وتعالى عذاب دربا مركا عن الدسين مركا ببيداء بأرض من الأرض وحلقة الله واسعة واسعة يا الله وضع قالك كان مركا وحلقة قادة يا إن عيدا كاسو أدولنا وحانا موجنا يا أسواق ذي ولا سعوتيو أو حتى تجارتي ولا سعوتيو وحبالك لك جدنا يو بيع شراء ماشي كيف جري عينا كمركة هدي هي شنن يتولن إنه إسكس أو بقرة إسكي من هدي عن هاي لا بعض إلا لك وفيهم أسواق ومركة عايشة لا ده وحلاقة وضع عينا كسوق جرمدي يسوق جرمدي عندنا يعني سوق دولة دولان كأسرع ذي ربك عبادة إنه روك تمارية ورب وحلا سعوت تجارتو ذي وضد كسر طلق عليه ماشي إنه كده ما شاران أي ما عرفت أي واحد دهنا أي ما في قصة مية رأيشين بلقى هذا وضع أو حي عقل هين بلقى وضع أو حي حرام بلقى وضع بيوت بوضع صعبة طيب هذا بدنا بيقول صلى الله عليه وسلم مركي عائشة أي عائشة ويجي نبي مو كبير صلى الله عليه وسلم يعني الذين جاءوا للبيع والشراء ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة إذا مركة ضفة كان مركة ماشي بيع شراها لقى ما وضع إني 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 كلمة دين لكن مركي ضد مال إيمادان طبعا شو الله يسخو إيمان مركي حفلة جوست مركي مناسبة جوست مركي مواسم جرو ضد ما إشي بيع لا إيمان يرو شرال إيمان يرو ضد كان ماشي نجوا حكي يبسدوا
maaragtay beeca kan dhex maro saasi marka ley dadka marka meelaha ka yimid maaragtay kusoo lugdosaday ciidanka kan oo ujeedkoodu u yahay in ay trade iyo beec mushtar ay sameeyaan iyagu dagaalka qayb kama ah mana soo duulin kacbana inay burburiyaan diyaar uma ahayn laakiin ujeedkoodu muxuu ahaa ujeedadu waxay ahayd inay businesskooda ay wataan haddaba nabiga sal ly sl marka wuxuu yidhi nacam saa ay tahay buu yidhi kulli lugta la marinaya oo maxaa laga yeelaa kuwan kale oo nin isleh kumiyaan usoo dhacso ujeedkiisu dagaal aanu ahayn may marka dambe niyadooda la soo saaray buu nabigu sala allahu calayhi wasalam kariy xadiidka marka xadiid runtii muujinaya macnahaas wey uma yabcauuna cala niyati alxadiid athaalith xadiidka saddexaad an caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi laa hijrata hijradu ma ahaanin bacda alfatxi furashada ka dambow furashada gadaal ama ka gadaal ama kadib hijra ma ahan walaakinse jihaadun baa ahaaday iyo waniyatu niyo wa ida istunfirtum haddii laydinka bixis dalbo laydinka carar dalbo oo la yidhaahdo soo baxa dagaal baa la galay fanfiru firxada oo dhaqaa muttafaqun calayhi wamacnahu maxaa laga wada marka laa hijrata bacda alfatxi waa noo fasirayaayo laa hijrata min makkata hijro oo maka laga hijroonayo hadda kadib oo looga hijroonayo gaalaa degan iyo islaamkii baa ku socon waayey iyo waana la wiiqay iyo dacwadii baa baahi weynay taa waa dhammaatay liannaha saarat ish daar alislaam marka maka oo laga hijroada ma dhici doonto xadiidkan nebiga markuu leeyahay laa hijrata nafyigu waxay dhahaan usuuliyiintu maha cala cumuumi horta hijradu ma burayso waa hijro waa joogisa nabiga isaga laa tanqatu alhijra xata tanqataa tawba hijradu ma go-do mana istaagaysa ilaa toobada ka istaagto toobaduna ma istaagaysa ilaa qoraxda halka ay u dhacdo ay kasoo baxo marka hijradu way jiraysaa weligi ayib laakiin nebiga markuu leh laa hijrata hijra ma jirta markuu leh haddana annaga aan leenahay may hijradu ilaa yowm alqiyama socanaysa wuxuu ka wadaa maka in laga hijroodo marifkaa noo sheega marka maka in laga hijroodo ma dhacayse hijra meelo kale ah in laga hijroodo into kale ka hijroon karta meel kale hijroon karta taa iyadu way jiraysaa ilaa qiyaami saacadi way jiraysaa laakiin inaad maka ogaga hijrootid waa meel laynagu dhibay iyo oo dhibaata iyo diinkii naga haysataa way dhammaatay buu nabiga sal alay wasalam dabcan maxay waqtiga hore maka waxaa haystay oo maamulaya nimanka mushrikiinta ah waa tii la adiyadeeyey nebi maxamed sal alay wasalam saxaabadiisa waa tii nabiga sal alay wasalam biidni rabbihi uu ka hijrooday oo madiina munawara aaday waa tii siddeed sana kadib lagu soo rogaal celiyey isagoo faatix innaa fatxnaa laka fatxa mubiina oo ilaahi subxaana watacaala qur-aanka uu lehe ilaahi uu idin ballanqaada ballantan buu oofina laa tadkhulunna almasjid alxaraam in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum muqasiriin laa takhaafuuna faclima maa lam taclamu fajcala min duuni dalika fatxan qariiba suuradda bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waxaa loogaga hadlay aayadaha ugu badan aan dhehe hijradaas waxaa loogaga hadlay fatxigaas marka maka oo caasimad u ahayd nimanka mushrikiinta farahooda way ka baxday waa laga maruqsaday waxay usoo hoos gashay ama soo hoos gashay maamulka dadka muslimiinta dhulaad adigu leedahay marka kama hijroonayso makana waxay noqotay bilaada muslimiin laga hijrooniyo mushrikiintii ku digdiglayna waa laga saaray macnahaas xadiidka tilmaamay marka laa hijrata markaad maqashid waa hijro maka laga tago oo meel kale la tago amaa hijro weligeed way jiraysaa marka bacda alfatxina markuu nabigu leyy sal alay slam waaba la furtay isaldidaaba la furtay mar haddii la furto dhulkaaga ay tahay halkee uga dhaqaaqaysaa ayib xadiidkan marka wuxuu noo muujinayaa in maka ay dib dambe gacan gaala u noqon doonin mubashiraadkaas wax kasta oo annaga aan tustusno maye way u dhammaatay waxaa la arki doona xarameyn koosaanana xadiidkan laanno ijaazkiisu wataa wax kasta oo dhaca waana waxaan u malaynaya inuu yahay kan ugu dambeeya muslimiintu ay difaacanayaan maka biidni illahi subxaana watacaala waa siday u noqoto daar islaam oo muslimiintu ay maamula ilahi maqam saas ay noqon doonta haddaba nebi marka wuxuu yidhi anniya walaakin jihaadun waniya yani almr bacda hada jihaad oo ah maka lagama hijroonaya eh hadday noqoto in maka laga tago oo ida jihaad loo baxay adigu wadan acsoon
هداي ما نقطة مكة اللي جت لي وأهل مكة مكة كب حيان جهاد يو أسعده هو ما لا أدري حاجة لا أدري قسطنطيني على مكة لا معنى لما مكة إن لغة تبقى يبتشلي تين هي ما ملكي أهل جبرنا المشركين تو ما إيوه محل لكن جهاد وليه محل هذا إن يد وناقصن أوقف بيكون جهاد لأنه قد مركو جهاد بنية صالحة ونيد حيث أن تكون كلمة الله إيش؟ هي العليا إن كلمة دي إلها إما قطمي دي يوصر ريس مرك حديد مكة إسارس حالا هجرة مكة أو لغا هجروه أو مالك لغا هجروه مجر يسو بعد الفتح سنة كسديدات كده فرشاد مكة دعنا ولكن جهاد بجري هنده إما قطم مكة لغا تقو وإذا جهاد الله بحي ونية أو جهاد كأسو نيد دي سوى الطلاب ما أردتي أه إلهي دستيس قدام حالك وان هذا قول صلى الله عليه وسلم وإذا استنفر لكم فانفروا هدي أمر لنسيه استنفارك في كان أمريكا سداسية استنفر اللغة العربية ما كربت هنا مزيد كالتي مالي وحلا بليو مركي واحد أديك سنة سداسية مثلا استخرجه استخرجه استدركه استنفر يوحي لمده أو فعل كمكة وصام نقول هذا فهم في رمكة نقا وام حي هدي لني الجهاد بالجاري صعب إلى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ثم آيات القرآن قلت المعمى ولا تضره شيئا عندهم الضراء استنفار كوان حديثة والدقال بيئي على الجاري فريم بيجي بقى نعي خلاص هلا دقائق اللي كان دقائق أمره طيب هذا ما مكي معناها لا تنامه ما يشرح كم مقطع إن قرم الجهاد كفر ضعين نقل يا مك كو هدي أمرك يا سعود عون قولي لا دقائق إن لك الحرب يا كفر ضعين لب هدي قول مسلمين تجلي وعرب وحريريه قف كسر نو كان دجن جهاد كل حكومه قناه فرض عين فرض عين حل لها وضع اي فرض كفايه اي كل دوين فرض كفايه هدي هي اللي هي اللي ناصب بيان انت انا كلا بس كان مثلا كان واجب كان قاعد فرض عين وام قف ولا لفان دي سال قرب سال على قرب اقول لي تمام مركه مركه فرض كفايه هذا دي جنازه لو كنت كان يؤكل قال انت سبحان الله انا اسكف بالنا وانت كان قاعد لكن دي بده قلت له واي انا كده بدي بنكلي هذه قبل ما كنت اسوق له السلام عليكم يا رب وانك حتى فدي يا رب عليكم السلام وانت كان قاعد على هذا انا مصنع سلامتي ان لك ام سماه الامر ايات باجت له جواب لكن فرض عينك وما حد سلاده ايش عمرك اللي قاعد وكره قال هذه لو كان هو قال اسك شيكين ما تدخل طنب على قهره مره فرض عين قرما انديفيدوال قف ولو سي سلام قرب هدي حالة ده إلى ذكركم حالة ده لبعض هدي لبعض إذن يكون كسائر شوص وقران ودقاته بالله يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا من الأدبار ومن يولهم يوم إذن دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو دهنا بئس المصير هدي لبعض إذن يكون كسائر شوص وقران بالله وقته هدي ما شاهد الدكتور محاق ولا وعلي أو نوع الرئيس ما عرفك تم حيل ما كبر واجب لأنه إن مركب بقال كقوب باللغة وقفكم عليها وحكد وماشى كعر زحف بالقوم عبا وتولي يوم الزحف مال أو التولي يوم الزحف إن عليها على قد يو وديب لو قرتو مال إذا ما تكسو قرتونه كورك اللي صار صارنا كبائر تي كوجستاي وكوجستا سبع مبقات حرد أفراد والله بعضي هو كان لقود قال لهم عدت قام الملا يسقون بعيا قان أفكر لقود قال لهم كلام كان ملا هذا البوش راسي حالة داسو كلام مغلان كده طعيم بقوت هذه المواطن الأربعة أفرت الموضع بيشيلان فوق هذا أفك إنه الجهاد وكل نقطة فرض عين بحي كسر صامة وفرض كفاية إذا هالكاس أي مكلة إمامة حديث مع ناس مكلة كفاية طيب الحديث الرابع حديث أفراد عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وحوليه هاي قد نكبه ذي شيء معاه يقول على ما مصدقينه يا
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لجبني في غزات دولان دولان هذا كملا. فقال النبي مكبر إن بالمدينة مدينة وأن كسر تقني لرجالا ركبا قصوا أول جولة ما سرتم ما إذا سعن مصيرا صعد ولا قطعتم ما إذا جرين واديا تب إلا بهدي أي بعضهم إنت سعلا الكسر جبتين إنت سجد حدوشي سين تغاقاس كانوا معكم لجلكين يعني ودل سعلين حبسهم المرض وحا حيري أو هكيي أو نمكا ماشا قرر يا بي حنو تضحنوا سنبيها. وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر إلا وإنت وحسن لإيمان السلام ضمبا أجلكي لو ذاكي رواه مسلم وروى البخاري ورواه البخاري عن أنس بخاري الأولي يقول سنة أنس لي هاي وعليه مركة قال وحيلي رجعنا من غزوة تبوك وعن كسو قدوني عن كسو الله بني ديال كي تبوك سنة كسكالا بها. فقال مركة وحيلي النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من غزوة تبوك عن كسو الله بني مع النبي إنه ولد ابن صلى الله عليه وسلم. فقال النبي مركة وحيلي إن أقواما ضبؤوا خلفنا بالمدينة مدينة أن كجسوا تجني ذاتك هل كجوا المدينة كجسوا تجني ما سلكنا شعبا وديب أما عندها عرجو ماينا مرن ولا واديا تبنى ماينا مرن إلا وعدي إلى عروهم يوم معنا وبن الجيران حبسهم العذر وحا حيري وهل كقرب العذر ده. لكن كل خطوة طلاب البن ربنا وين لسعودي حديثا مركز في غزاة ونكره كذي كويلة أي في غزوة من الغزوات مين ده يبدون تعلمون كتر هل كان مركو حلقة قادنا يا قفك بين آدم كا هدي عمل كصالح أونيست لكن وهم بهكي ربا أدي دي نيدادا واعي تاهي إن العمل كلتي مالي أجل كوالبو قريبا هدي عذر أكارب يعني مثلا سو النبي قمت إيه قفك هدو حانو صدو أما أو صفرة عمل كي أو قبن جري مركو في يوبا وحنون أنو قبن إي مركو النجا إي مسافر كأهم بلو قرية يعني مثلا وحاجة كو أنا مر بالليل وتكتيت قاد ورد بدن أقرسيت قاد مسجد كوقت بدن لكن صفر كمرك اللي جاره جماعة دين مهلي اللي كتير والله مستعان وحلقة ورد يقول غري غري كأكاكرة أنت تقين جت أنا أقرنين وحلقة يابا إن سلادي سنة ترد الضناء والأدم بين هذا سنين كده حنو المرك يما ذا حلقة يابا إنك ليل كوسو استاجي جري وصف كهرك استاجي بيت إلى هذا النقطة نبي مرك قال صلى الله عليه وسلم قف كسيد عصا أجل كوي مخص على كم أجل غير ممنون كون تضع مف محرمش وشعان إسا ليش محل ميدا لو حاي هاي إن العمل كان تي إله له التجي هاي إنه كون إن الجوك تسيب بخاص كأي حرق نيل لكن ظرف كوي مدرتي باك وحكي صفر كي يميت وقف نجمته عمل كسيها رمودي كتير أجل كي قال لا واضح من صوتي عمل كسيها رمودي كتير أجل كي قال لا ما هو حلقة قاضية قف كهدون يدي سوء هجاجي إن الله سبحانه وتعالى أثناء ودائما يوجب تاني عمل كما كان لها الضوء وحكى الله ماذا قف كخير كتمني حد ما قشي هذا اللي تقف كجيبوي وكان هانتي بدن أحد إذا ما أنت نيكا أنت سلميين ربو وما شاء أي تامبو أوام بو حسي عال بو حكا كبقاري كم بو سلمين بو حتاري هذه لكن شيء كما يسمى لكن نيادة الحكو جيت هذا بوس كيس هذا بوس كيس تاقنان لها الله العنوان بحينا أجيكا والله دي بيدنا سبحانه وتعالى وحالا ميدا حالي أما الشالي أمال حميله وقبتي هدي معركتي كش اللي يقول ده دان جوجي له ماشس غير كاي غير كلا جيس جيس كده والله دان جوجي له وعذرا موجنا لما كان ستوبرين تا حمر له هذا ده ده بيقول لا لا إن كان تمام قف ديني يعني شو ملاتي قاران كأدي ليس الله رحمة غير كلا يقول حجني طول كاي كبتار والو الحجرة ده بيقول لا لا كاس حبت الدولة دي نوديش إن هذا موضوع عصوص كحربون وحكى الله لما حلا أراس مجالا كبعي وشنان سيدنا كملاتي نعمد أراس وصوته
أي حركة دعاية دمر كسوح التلفون القصدان وحي رمان أي كوريستان وحي حركة دعاية يا كهيسي يا وعد رموجي درع لو تدعوين موها غير اسموها وريسان دمي ولا لأن محايا له تودم راح يكونين يسا وحا سؤالها لأن حقوف ريسا وحي ربطا هدي ماشي جوجي لي وكوف أحسن تاسون لكن هدي سبحان الله ومحا حميدة مقال الله قام بعد ما إلهي كبق نقفك هدو هاي ما قشين وانا نقفك وحكي لنا مقلا مرة نم بحان كوب بالله أنا قد أقصل ما أوري يا قني نين كان حانت الشيء أنا قد أضلعنا إذا مركوا مهم قفك نيادة إن نقاط نيو سافية أو حميد يكفك وذلك حديث بأربطة كان كمن شهدها حديث راسو أهلا بديك سنة رادينة مركي حميد أي مالك نعرف قفك أنا مجوني لكن حوالا تمنية جعل يسته إنه هكا جوجي لها وحلا من يقف مكا جوجي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هكا مركا نيو مكا ونيم هذا ما يشعر إسكافة دي أي نيو زو حكو أدي كرتا سمالس هل هذا عمل سرعي ما إن الدولي سلمة سلام بقلي ما ما يوحان كوالا سمالا إن يعني عمل سرعي ما تكون جاري كرتي وما الفوق أكو جاري نيو لسكري الله إسكافة دي نيو ما مهم إن مركا قفك مسلم تأوى هاتي هذا نمكي فقراء رأها أما نمكي حديثي نبي قبل في المعلومات ما هكمل الحديث عن صواب الله بيه ضلم مؤمنين شيء واحد دع صميسان الصميسان أدركتم من سبقكم ضدك إن كهر مرة نأتكو هليل كرتا عدل سوى كارس إن مدت إلا قفكي عمل كين لي ماذا مين مركب شنو يقول عبت الموت تسبيحي صدني سيدة حجير سبحان الله إن صلاة فرق مركب تكالي كدي الله أكبر صدني سيدة حجير بعد الصلاة الفرض صلاة الفرض عندها هي الحمد لله صلاة فرض مركب تكالي صدني سيدة حجير طبعا إنما كفقرض النبي هو الشيخ قال الله بقى أنا نهيسن كو إلهي وحوالها وسي تنادين تبقى أنت مغلين إيه وانا وكسوني كفا إليستي ويسمعي وقال الله النبي كسور قال لي يقين رسول الله كو كلا ولا عليهم وين مغلينا وحوالها لها بين سبعين حي الله ذلك مركب حيث هذين يعني عمل إذا كان كجات تجان إلا نبيه إجابة على كجات تجي صوما عمل كلا رم الروحاني من كجات تجان النبي يقول كذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما فضل إله مقف إلهي فضل وسيا به كان هلا جسر علي مركة طامك وحي موجينا يسا النبي صلى الله عليه وسلم قد حديثك وكنت الماما يا إني أجل عملهم أي هلام لكن أجل نية العمل وحنا وضع ذلك كان بسو نيو كو قاري إن شاء الله حكام عيدين كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مركة الماما يوني فهو بنيته فهما في الأجل سواء الله الرعب وإنكاس وأن يديس أجل كنو بالنين مركة النبي صلى الله عليه وسلم مالك صاد مرتين حرد الله إلى القرآن ذلك بأنه لا يصيب ظمأ ولا نصب ولا نخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينال من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون آدم محمد في آخر سورة التوبة ملكي أجواء دي غزوة تبوك ولا صح الله أي حالة تمام حال يريد هديها هراد بكل مال اي هدي اي جاجة اي كتي مال اي هدي مال اي سان ديان سان دي جاسونا ووضارين ايو اني كاقع عريسي اما عرطا اي جليان اي مانك كفارتا اي وحول باي هلام اجر با الهي سبحانه وتعالى سينا نفقه يا هدي بيان ميد بضان هدي بيان توك هدي جران مصافة هدي جران الهي اباك بربو سينا هل قاو حلقة قاعدة مكة اضو اسكفة دي مكة المقشي يعني أحداث ما أنت دعي سايق نية ذا الله هذا إخلاص في جسده والدعاء ذا الله أي بلنته وما أردت أن لقرب تاجنت ولا لها الدعاء والمرة بوا الله يا الله هذا متهدى قف وإيش لي من الله متأجل في الكاس وما كي لسبيل الله سبحانه وتعالى حديث المركز ومهم طبعا وحلا من المركز النبي قال الله قف مركز تقول إيش كسوه إيش يستوه جدا وقوله وقصوا بحنا أنا يتعي لا يخرجه إلا الصلاة النبي وحن صلاة عين أن أصبح هو ما من ما نرى كلا شيء كيسي حوجة هالك أسرع على سكوت ورطورة لا سوف فريسة ما لا يخرج إلا الصلاة طلاب بالباء وقفت قال منا أجر بكو كرد منا دم بالجع ترتليا بعد كم تهاي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلهي نقول إنما يتقبل الله من المتقين إلهي بعمل كجد وما مكلي على المتقين ده وأنا بيزيد ابن معن ابن يزيد ابن الأخنس
أخ ناس رضي الله عنهم وسجي به، وهو جده صحابي إن كان هو مركز مرسلان دير واكا إساقا إي أبي إي أوي كل صحابه كاسو كلا لوصو شفتا أو فيسبوك لوصو فريستا وميلا حلقا شاكا، لكن أفريكان إن سوكي كيسي معها مركز واكون هو وأبوه وجده صحابي إن كان مركز أبتسيمي سوكا. قال ما كنت كان أبي أبهي وحرر كان أبي دي أبي يزيد أبه يزيد أخرج دنانير وحل صبحي المصاصة على دنانير وجمع دينار يتصدق بها سلو صدق إيسان دنانير ومرك صدق إيسان فوضعها عند رجل دنانير وصور وعقد جينين وفي المسجد مسجد كفدية نين أبا عن دور سنة أبا عن إيسان أما با يعني ليه دور سنة إيسان وعرفت أبا عن بحرد فجبت واني بيبلي فأخذتها وان قاعدت والعين وأبيه ما شدين سيب كتير فأتيته بها كدما أرأي من السجين فقال ابن والله ما إياك أردت وأنا يعني فهش كل ما ربين مالك لي كسرعتي محامة فخاصمت إلى رسول الله رسول قفصا ورسول كان وضعت النبي أن يسير فقال مركب الحويل لك ما نويت يا يزيد يزيد أدو نيدا ظلال أدو صامعين صدق الله بحا صدق الله كابل أنت ولك ما أخذت يا معن معن أولي صامع وأجابك على سيئوس وقالين قتل رواه البخاري. حديث كان طبعا في قصة معن بن يزيد أبيه أي كهل ليس ربيع من فقراء سوحسيه لكن يسوي حوله السعودي فقير واحتر لكن ملك يسابق صبح ماشي إيه ساقا ملك يبعاش يسكفه وصدي كدب رسول طبعا ما حلق والله الله إنه الدين أبيه معنى إذا ما إنه لي أبو ودي دنيا كهر إمام لكن حكم بهذا كبدا شيء وأنا قرأ معطانا بس أنا إنه دين تنرونتي وحول المركب نتالي كلام هذا حديث كان المؤلف كو نوك يعني وحكو ماشي كو قرن أليق النية ذا 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 مركب حرر بعين أن تلمام رو القضاء في قهدة تلمامان أو في قيعة كو مثلا زكاة بحين نساء زكاة كو واجب زكاة دي طبعا زكاة وانا سيساء السيدات دي قلق وعيض شيء تسمى إنما الفقراء اللي ذات المساكين صامة سديد دي إلهي سبحانه وتعالى وشيء سديد دي قراء وحاكو جيرا ومسكين وأنه قضوا وأنه فقير نقضوا وأنه قامي سيح وأنه هيسان في سبيل أكوب بحيق وقلبي سلا صدمة انت صلبوا ترجال قفا تسلا لهاي قفا محوما هاي السر ووجب مرين هاي ديب دمو حكيو أعتنك كان إنه مليونير بيه وعليك كوغالان كرب عليك وحايسي أهل الزكاة إنو صنعي زكاة حكم كان محمد قنية هذا حديث يبدو لي أي محاك حكم الله مبدو أنت زكاة وكبدو أنت نكاس نعدنا محايا لا برا أدمتا ويحل لها إساق وبوتي لكن هذين مالك على كل عضي أسيه نيريسي بنية ما كان لقلت زكاة وصح سؤال كلا قف أياه هو وقفي وقف كوين أدامي مثلا حولها كان إلهي دفتي وأن أستاجي أن مركا هلكا وقفي إلى يوم الدين ومضبوكا بحياة أقول لك أن الولد تكذو على وضع ساحة الوقف وقف كيف ما أردت يعني أدو بك قروة قرية مركا صراحة وقفت بيتي الفلاني مركا صو قرية كأهاب مركا صو قوت المعمل كي مد لو قريبوا لي قولي ويني قولير قولي وينه وقعنت قط المام لكن سجن ليس حق وجله قولي وهل قرا يفرد له لكن قولي مع الطبق وشن طبق وقعنت قط المام حكم كمان حون قناة كنية ليس حق وجله كنية ليس حق وجله سؤال كذا مثلا حديقف جاهله قام عمره يحد كذا مصاري كذا ما بيقام وصيد الله نظرت كماله والعمره يسام والمغني حد ما هو كذا صار ضد حجيني والراعي لبيك حجا له إذن عمره الرواء إلا أن يكون الرواء إنه تمتع قاله وإسكو قبته عمره لي حجي إنه إسكو قبته نين كان مركة لبيك حجا أنت يقول أنك قدر صدق لكن يسألني بلو سعودي عمره سعودي معالي أنا حكم كاس عمره لي سعودي
لأن محيرة نيديس على قرانة مثلا نبا إسلام تكلا خمسة تي تبس كان وين أكبر الوقت تري هذا صادق دور قدر كذا إذا نمرك مركو هذي الحلوين وسؤالا سؤال لم يدا لا ما ينكهر في إسلام مرتين مركان يدا حمد يوجد به كل واحد تري هذا فرين صادق ما نطلب يوجد بيس مركان سوحي وانكسي 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 أدو مكا مال سار لأنه ولا قرت ساما وانكو فوري ولا قرت ساما دال قط بار قطة ولا قرت لك وانكسي أدو قف كيرا أمي يري هذا مانتا لا يبدل الله شقي اسكو مليم أمي يري هذا قولي رارك أبو كما أركي كرب أمي يري فاشا مردي مردم إلى هذا الكرت هنا دوده حالتها يضع باشوا كينايو ما صريح ما إساك مركا اللي ويدينو حالي محاولة جيدة إن مركا ويدينو حالي أنا وان كسيه كمو إذن دلقاتي وحكاً كوين دلقاتي مرعي المكاس لأنه نيه مستامع إن شاء الله مركو أمي مركا واتي بس كالورتا هاي مركي لسكا كار الله ليه أوكي وي أوت رادي تينتو ويكو أوغشا هاي رادي سادو غير بحين هاي نين أوضايا وعي بقاتو ده هاوانا صمت مثلا في الشامل أنه صم مرتين مرارة إسلام تعرف حاجة شفريه سئل ومعلومات كله ومعركتي هوس معركتي لبنان هو عادي قلبه مهدي إن سريلانكا إن باكستانية قاليك إنه حكسو حلا معركتي فرنسا سو بيجي أنا زوم كارد سو بيجي هذا مركي سو قاعد رح تري هبل هبل قطعة تري مركوسي المقبل نارالي وده تقول حيري ناكتاس marka tii uu qabay ma sheegay mid kale ma lama isbarta ku taagay wallahi naqta ma qabay waxa aad maana qadama mid aan naqta ka furmo sooma kama soo miin diis aan dara iska marayso oo farta ku taagay sooma marka waxay ka mid tahay shacabiga laga soo xigta in markii dad uu dad waxa jira inuu salaad kul min aamir bilna dadbu diidana xana loo kulmo markii la yiraahdo hebel ma jooga hadduu ku yiraahdo ma jooga dhaqa been moogta intuu meel xariiro culay kuma jira meesha xariijinta maxna wadaadu tactic fara badan bay yaqaan walaas meesha kuma jira marka adigu si kasta oo xeeladan aan ku fogaano marka dambe ma isu rubi doontaa laakiin ilmihi wixii aad guri ku badbaadin kartid samee been ma runtii ma noqonay sidii hadii xaalada maxayna gabadha intii dalqadu u dambaysay ay dhici lahayd kadib aad dhahay tiqilaha lii raadiyo تي هرسانة هاي تعديه هاي هذا وين كل هاي وسيقون معركة ودبر تاتي كذا هاي سجل شيء هذا هذا النمط اللي عندنا ويسكح المامي دوانا مشكلة مرة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ويري موضوع عصر لا حديث ما هو حلا قادنا يا عدنا إن السؤال كلا ما ليس عدنا وتاني مصارف الزكاة مركلة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله من السبيل وسديد السن في الله الشيء. وتاني قفك بناء دمك أصول فروع حواشي الله. هل كسو جديد وأبيع وأقرع أما دمك هوي أما دمك أبو صدق مسين كرت زكاة مسين كرت. وفروعنا مسين كرت وحد شيء وحيسين عليك. حاس كأجل مسلم كرت محل خلاص أدي كسرت عشانه لكن مركي حواشته حواشي مع الله ولا أدي قوة ولا بشميلي قبله هو يا رضى شيء آه ورير يابتي أروح رضى شيء إيديه أدارة أنت واسين كرت حين فقد واجب ما صمة طيب لكن هلك كان مركي معن النبي يقول لي هاي لك ما نويت يا زيد معن أوقاتي حول ما نصير لتمام إن حول الزكاة هاي أما صدقة هاي لكن شو راح دمك القرآن يسمع ناس يتمامان ورأي هذه الحالة وحالة قاعدة إن صور تجلت هاي إن قوة نفقه ذو الواجب بقوت هاي هذه باي كبح سنتي أي ماشة تمام مثلا دين بالقولي حاس كاي دين بالقولي نفقه ذو الواجب بقوت هاي بلي كوان بحسه كردي قولي وحيد وبعنا مال بصارت سما حلم من بصارت ما يكب كحتى من بصارت لكن دين بلويش دينك وكجب حين كتا زكذا
عيالكاغي دين با لغو ياشي واد كاغي بحين كرتا هويا با دين لغو ياشي واد كاغي بحين كرتا زكاة إياغا مركا أوليسا لأن محايا لك وحي لي مانا وح حاجري كم حسن أدو زكاة مباد حيسا هذه الحالة مركا كان وحا وحا أي أوهوان بركب دوان كيف هارا ومالهي بسبب الفرعية وبسبب الأصلية أي عقود دينة مالهي كانت محايا الضرف وحايمي حالتي كم حسن مركا تمي هل كان مركا معنيه معناه مركا تمام طيب ولذلك هذا السلطان رؤها وحنا صامرة نيكي معركة صدق السيء اللي تصدق على غني ونن حلال على سيء تصدق على معركة على 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 زانية تصدق وتي حديث كاسنا معناه شو تمام وقت ميا نوها سن حديثنا وديه ده لا والله أنا مركب دي صدق حياة صنطة بس كيس تاجي ما حديثنا وديه ده أحكام تقول الله يكون بضان تأويل الله هنا وبالله يسوفين هو قال الله وحي علي كاسو حرا وحي كاسو حرا يعني والواجب يكموتا وحي إياه كاسو حرا باهدو مكالا دولة زي كده كم واجب يسا شيخ عسي كده بحرية دي دين مولي يساق كورنا ما يساق بابا دين مولي يساق بابا زي كده مكي ساقا جاني كرا وعالم مولي